بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زميلتكم نغم رأفت، طالبة طب سنة خامسة جامعة الهاشمية. اليوم رح نشرح موضوع مهم من مواضيع الكلينيكال سكيلز 3، وهي الداتا انتربريتيشن للجي اي سيستم. طبعا احنا لما نمسك اي كيس كلينيكلي بالمستشفى لازم نبلش نعمل لها هيستوري، فيزيكال اكزامينيشن، بعدين الانفستيجيشن اللي بتتضمن لابوريتوري تيست وايميجينج اللي بتكون سي تي اكس راي الى اخره، وبعدين بنعمل القائمة تبعتنا من الديفرنشال دايجنوسيس بعد ما نكون عملنا انتربريتيشن لكل إشي طلع معنا، وبنبدأ من الموست لايكلي ديفرنشال دايجنوسيس، نعمل الجولد ستاندرد تيست تبعه حتى نحدد التشخيص ونبدأ العلاج. أول إشي أو أول نوع من أنواع الانفستيجيشنز المهمة اللي بنعملها بالجي آي تراكت هو عبارة عن الاندوسكوبي. الاندوسكوبي هو عبارة عن نون سيرجيكال بروسيجر بنستخدمه تو اكزامين ا بيرسون فروم انسايد. اهم شيء انه هو نون سيرجيكال، يعني احنا ما بنفتح، ما بنعمل بينتريشن للسكن. كمان الاندوسكوب هو عباره عن فليكسبل تيوب معه ضوء وكاميرا اتاتش تو ات، واهم شيء انه فليكسبل، وكمان برا بيكون متصل بشاشه، هاي الشاشه بتكون كلرفول، احنا بنكون عم نشوف كل شيء، فبامكان هذا البروسيجر انه يكون دايجنوستيك وكمان ممكن انه يكون ثيرابيوتيك، بما معناه انه احنا فايتين وفايتين. ممكن إذا لقينا عنا strictures، لقينا عنا partial obstruction نعمله relief عن طريق الاندوسكوبي. مثلا لقينا في عنا شيء عم بنزف، artery عم بنزف، ممكن أنا أعمله ligation، فهو therapeutic وdiagnostic. طبعا في عندي منه أنواع عديدة زي ما إحنا شايفين هون، في عنا upper endoscopy اسمه الثاني esophagogastroduodenoscopy اللي هو بفوت من الإسوفاجس بروح على الستومك وكمان للجيودنوم اللي هو أول جزء من small intestine. طبعا احنا من وين بنفوت؟ من الماوث. هلا بالنسبه كمان عندنا سيجمويدوسكوبي، الكولونوسكوبي، هون بنفوت ريكتالي. في عندنا كمان الاندوسكوب اللي هو بيكون ريتروجريد كولانجيو بانكرياتوجرافي، من اسمه احنا رح نشوف الجول بلادر، كمان رح نشوف البنكرياس، واسمه ريتروجريد لانه احنا بنفوت من الانتستين نوصل للسكند بارت اوف ذا ديودينوم، وبنفوت على الامبيولا اوف فاتر زي ما احنا شايفين هون بالعكس. في عندنا كمان لابروسكوبي، البرونكوسكوبي، الارثروسكوبي، والسيستوسكوبي. السيستوسكوبي للبلادر، الارثروسكوبي للجوينت، البرونكوسكوبي للبرونكيال تري. هلا هاي عنا نماذج وأمثلة على الاندوسكوبي، رح ناخد صور نورمال صور ابنورمال ونعرف كيف نفرق دايجنوسيس. هلا أول إشي الصورة اللي عندي إياها هون على اليسار هاي عبارة عن نورمال اندوسكوبي لللور غاسترو اسفيجيال جنكشن، يعني انا هون بالجنكشن اللي ما بين الاستومك وما بين الاسفيجس. زي ما احنا شايفين هون عندي سيركولار مسل عامله كوندنسيشن وعامله كونستركشن، فهذا هو اللور اسفيجيال سفنكتر. كمان عندنا هون شايفين اللايننج تبعت الاسفيجس اللي هي بتتكون من نان كرياتينايزد كويمس ابيثيليوم، وفي عندنا هون كيف تغيرت، حتى لأنه إحنا هون فتنا على الستومك فتغيرت عندي اللاينينج. طلعوا كيف البوردرز أهم إشي ريجولر، كتير مهم نعرف الصورة الطبيعية إنه أنا هون هيات عندي اللاينينج الطبيعية تبعت الإسفيجس مرتبة وحلوة، كمان البوردرز منتظمة، وهي هون أنا عندي صاير كونستركشن للجنكشن فكله طبيعي. على العكس هون نشوف هذا الإندوسكوبي، إحنا هون جوا الإسفيجس، هذا هو اللور اسفيجس لانه هاي هي الجنكشن. شو اكثر إشي واضح عندي بهاي الصوره؟ تير هون، هذا الجرح، هذا الكت اوف ثرو ذا ميوكوزا، كيف في انا عندي برايت بلود عم بيعمل اكتيف بليدنج. هاي الحاله بنسميها مالوري ويسس سيندروم. المالوري ويسس سيندروم هي عباره عن لور اسفيجيال ميوكوزا تير، بصير اما نتيجه تروما، بتصير بعد ما البيشنت يكون عامل فورسفول ريتشينج وفورسفول سكسيسيف فوميتينج. عادة هذا المريض بيكون ماخد كميات كبيرة من الكحول ودخل بحالة انه عم بيستفرغ بشكل متكرر، عم بيعمل جهد كتير كبير، عم بيزيد الانترا ابدومينال بريشر، عم بيزيد الستريننج على المسلز جوا الاسفيجس. هذا الاشي كلياته بالاضافة للاسيديتي تبعت الاستومك وهو عم بيستفرغ بيساهم انه يصير في عندي هذا التير وهذا الكت اوف ثرو ذا ميوكوزا. هلا المالوري ويسس سيندروم ممكن انها تكون خفيفة، يعني انه ممكن يروح لحاله واحنا ما نتدخل ويكون كمية البليدنج قليلة، لكن اذا انا سويت له اسسمنت وكانت كمية البليدنج عالية والنزيف ما عم بيوقف ممكن انها تكون كتير خطيرة ولازم نعمل له مانجمنت وليجيشن بسرعة، والا ممكن يدخل فيهم ريجيك تشوك او ممكن ديث.
احنا كمان هاي الصور برضو للإسفاجس. هذا الإسفاجس هون عندنا اياه طبيعي، نفس الشيء لايننج مرتبه، الفيسلز صغيره مبينه انها بالسبميكوزال اريا، مش عامله بروتروجن على اليومن. بينما عندي هون الصوره اللي على اليسار هي عباره عن إسفاجيال فاريسز، طلع هون كيف عندنا الفينز هياتها دايليتد وداخله على اليومن. فممكن اذا هاي الفينز ضخمت من كل الاتجاهات وعملت بروتروجن لليومن تعمل صعوبه بالبلع، او انه اذا البيشنت اكل إشي هارش ودراي يصير في عندي ربتشرد في هاي الفين. طبعا هاي الحالة عبارة عن ميديكال امرجنسي ونادر انه البيشنت يطلع منها او ينجو، يعني ممكن انه يموت. في عندنا هون على اليمين البارت اسوفيجس. البارت اسوفيجس هو عبارة عن حالة بتصير نتيجة ريكارنت او كرونيك جيرت. شو يعني جيرت؟ يعني جاستو اسوفيجيال ريفلكس، يعني البيشنت لأي سبب من الأسباب اللي كتيرة بيرجع عنده الأسد اللي موجود في الاستومك على الإسفاجس. ممكن الأوبيسيتي، أي إشي بزيد الانترا أبدومينال بريشر إنه يعمل لنا هاي الحالة. طبعا لما تكون ريكارنت وكرونيك رح تحاول اللايننج تبعت الإسفاجس إنها تتعامل مع هاي الأسيديتي العالية عن طريق إنها تعمل ميتابليزيا، يعني تغير نوعها. بعد ما كانت نان كرياتينايز سيرتيفايد سكويمس إبيثيليوم تصير كوليومينال إبيثيليوم. طبعا هاي الميتابليزيا سيف ذو حدين، اوكي ماشي هو رح يتكيف مع التغيرات والاسيديتي اللي صارت، بس رح يصير في عنده تشانس اكتر انه هاي الخلايا يصير فياتها ديسبليزيا وتصير عبارة عن كارسينوما او ادينو كارسينوما. هلأ غير الاندوسكوبي في عنا كمان انفستيجيشن ممكن نعمله، هو الابدومينال اكس راي. شو احنا بدنا نشوف الابدومينال اكس راي؟ بدنا نتفرج على البيلي اريا، ممكن انه نشوف السبلين، الستومك، الانتستين. هلا بالوضع الطبيعي ما بيكونوا كتير واضحين لانه الاكس راي بالنهايه هي اكتر للبون، لانه البون بيطلع عندي على الاكس راي راديو اوبيك، على عكس الستركتشرز الثانيه والفات اللي بتكون راديو لوسنت. راديو اوبيك يعني بتكون مشعل لونها ابيض، راديو لوسنت يعني زي الهواء بيطلع اسود على الاكس راي. فالسبلين، ستومك والانتستين غالبا ممكن انه انا ما اشوفهم، ما يكونوا واضحين معي الا اذا كان فيهم ابنورماليتي معينه. هلا عشان نواجه هاي الشغله انه الاكس راي مش فايدتنا، عملنا إشي اسمه البيريوم سوالو. هلا البيريوم سوالو انه انا بعطي البيشنت كونتراست اللي هو البيريوم، وهاي الماده لما انا اعطيها للبيشنت عن طريق اورالي او ريكتالي طبعا بيكون لها خصائص معينه زي ازمولاريتي معينه. البيشنت وقت بياخذها وبصوره اكس راي رح تصير جي اي تراك تبعته راديو اوبيك على الاكس راي. طبعا وين بتروح هاي الماده بعدين؟ بتنزل بالانتستين، بصير لها بروسس في الفيسز وبتنزل عادي وبتروح. طبعا زي ما حكينا لها خصائص معينه، ازمولاريتي معينه، تركيز معين حسب انا شو بدي اشوف. بدي اشوف الاسفاجس والستومك، بدي اوصل للانتستين، طب بدي اشوف اللارج انتستين، فحسب. هلا رح نشوف أمثلة عليها. هلا إذا أنا عملت إكس راي للأبدومين وهذا الإكس راي ضمن لي الكدني واليوريتر والبلادر، يعني أنا عم بتفرج على الكدني واليوريتر والبلادر، ساعتها بيكون اسمها KUB اللي هي الاختصار تبعها إكس راي. ممكن أخذ إكس راي بدون ما تبين الكدنيز. Sometimes the chest X-ray is done for the patient to reveal esophageal abnormality. أمرات أنا ممكن أعمل chest X-ray. ليش ممكن أسوي chest X-ray مش abdominal؟ لأنه زي ما بنعرف إنه الإسفاجس في عنا جزء منه cervical، جزء منه thoracic، وجزء منه abdominal. فأنا بدي أشوف الكورس تبع الإسفاجس، بدي أشوف إذا فيه أي abnormality، فممكن أنا أصور chest X-ray. تمام؟ فإذا إحنا ممكن نصور X-ray، ممكن نصور X-ray مع contrast barium حتى يصير radio oblique وأقدر أشوف the GI tract parts. ممكن اصور اكس راي كي يو بي عشان اشوف الكدني واليوريتر والبلادر، وممكن كمان اصور اكس راي للتشست حتى اشوف الثوراسيك بار تبع الاسفيجس. هلا الابدومينال اكس راي عاده هو بيكون بالابرايت بوزيشن. كمان رح اشوف الفلويد ليفلز. هلا رح نشوف على الصور شو يعني فلويد ليفل. هلا احنا بالوضع الطبيعي اكيد في عنا اير، في عنا غازز جوا الانتستين، بس مش لازم الاير فلويد ليفل يزيد عن 2.5 سنتي او يكون عددهم اكتر من 3، ساعتها هذا الاشي بيكون عبارة عن ماركر لابنورماليتي زي الانتستينال اوبستركشن. مثلا اذا كان في عندي سيفير انتستينال اوبستركشن البيشنت ما رح يقدر انه يفوت على الحمام، حتى الفليتس الغازز ما رح يقدر انه يطلعها. السمول باول واللارج باول كتير مهم أفرق على الإكس راي ما بين السمول باول واللارج باول. طبعا في عنا أناتوميكال يعني أناتوميكال ستركتشرز أو أناتوميكال فيتشرز للسمول باول واللارج باول تخليني أفرق ما بينهم.
واكيد كلكم بتعرفوها من الاناتومي. هلا السمول باول بتحتوي على باكت فولدد ميوكوزا بنسميها السيركولار او البلايكا سيركولاريس، وفي عنا وفي لها اسم ثاني اللي هو الفيلفولا، وهي بتكون موجوده في الجيجنم وفي الايليوم. على عكس اللارج باول في لها استراكشر ثاني خاص فيها اللي هي الهسترا. الهسترا هي عباره عن لونجيتودينال ماسل باندز بيكونوا عددهم 3 بيلتفوا على اللارج باول، طبعا لانه هم حجمهم اقصر من اللارج باول بيعملوا سيركيوليشن، يعني بتصير اللارج باول هيك نوعا ما فولدد، تمام، بدل ما هي كانت هيك تيوب لما احنا نرصهم مع بعض بالتينيا كولاي رح يصيروا شو فولدد. هاي الاستراكشر اسمها هسترا. السمول باول زي ما حكينا في عنا الفيلفولا او البلايكا سيركولاريس، طبعا رح نشوف هلا كيف بيطلعوا على الاكس راي. السمول باول بتكون موجوده في النص، اللارج باول وين بتكون موجوده؟ على الطرف. هي اسندنج ترانسفيرس اسندنج كولون سيجمويد كولون، وبالنص بتكون متكومه عندي السمول انتستان. كمان اشي انه بشكل عام بتضلها اللارج باول الديميتر تبعها اكبر من السمول باول. السمول باول حتى لو كانت دايليتد لاي سبب بتضل الديميتر تبعها اقل. هلا بالنسبه للابدومينال اكس راي ممكن انا اشوف اشياء تانية زي البيلاري تري اذا كان فيها ستونز. البيلاري تري كمان هلا كمان شوي رح نشوف صورتها، اللي هي بتتكون من البايل دكت والسيستيك دكت، بتتحد مع الكومن هيباتيك دكت والبانكرياتيك دكت وبيعملوا لي البيلاري تري. في عندي كمان اليورين ريتراكت اللي هي بتكون عباره عن الكيدني اليوريتر الجول بلادر وبعدين اليوريدرا. بنشوف اذا احنا في عنا ستونز في هذا الباثوي. زي ما حكينا انا بمشي من اللامبر ترانسفيرس بروسيس للساكرو ايليك جوينت للاسكيل سبين. كمان رح نتفرج على البونز، بلكي انا في عندي فراكتشرز مثلا في الربس، عملت لي سوفت تيشو انجوري في الجي اي امراض بعد الحوادث سوفت تيشو كمان. هلا هاي عباره عن ابدومينال اكس راي طبيعيه، لازم احنا نشوف النورمال عشان نعرف الاب نورمال. طلع في عندي جود بوزيشن، في عندي جود اكسبوجر، قادره اشوف البونز انهم راديو اوبيك، سوفت تيشو راديو لوسنت مش مبينين عندي، مش واضحين كتير، ما في عندي اير مبينة. هلا طبعا انا في عندي نظام بمشي فيه وانا بتفرج على الاكس راي، رح اعمل اشي اسمه اي بي سي دي اي. ايش هي الاي بي سي دي اي؟ اول اشي عندنا الاي، الاي بتمثل الاير اندر ديفرام، رح اروح اشوف على الحجاب الحاجز واروح اشوف هل في راديو لوسن تحته، هل في هواء تحته. هذا بالنسبه للاير. ثاني الاي، ثاني شيء عندنا يال هي البي. البي رح نحكي عن الباول اللي هم اللارج انتستين والسمول انتستين، وهلا رح نشوف كيف نفرق بينهم بالاوبستراكشن عن طريق الاناتوميكال فيتشرز تبعتهم. في عندنا كمان سي. هلا سي رح نتفرج اذا في عندنا كالسيفيكيشن. شو يعني كالسيفيكيشن؟ يعني ستونز، يعني ستونز عامله كالسيفايد فبتبين زي كانها بون، بتكون راديو وبيك. كمان ممكن اشوف other things زي اذا في عندي ascites، اذا في عندي foreign body، وبتفرج على الديفرام اذا فيها توتير عامله هي تسهرنية وطالع جزء من الاستومك. هلا هاي عبارة عن abdominal x-ray، شايفين هاي الدويرة هون fluid وفوق air. اذا الair fluid level انه انا بيكون في عندي دويرة في منطقة الانتستين والابدومين، تنقسم لا فلويد وإير، تمام. الأسود اللي فوق هذا هو الإير واللي تحت هو الفلويد. هلأ بوضع طبيعي ممكن يكون عندي هيك أبيرنس بالإنتستين، بس بشرط أنهم ما يزيدوا عن 3 وما يزيد عن 2.5 سنتي. هلأ هون إحنا إذا بنعدهم في عنا أكتر من 3 إير فلويد ليفل وكمان أكتر من 2 سنتي ونص. هذا الإشي إنديكيشن أن أنا في عندي إنتستينال أوبستركشن. إذن أنا متى ما شفت هاي الصورة على الإكس راي معناته أنا في عندي إنتستينال أوبستركشن. برضو هون في عندي ابدومينال اكس راي، باجي بتطلع ايه اير اندر ديفرام ما في، بي الباولز، تعالوا نتفرج على الباولز. هاي الباولز شو شكلها؟ طلعوا كيف كلوزلي باكت وسنترالي لوكيتد، يعني هي بالنص. هاي خصائص السمول ولا اللارج باول؟ هاي خصائص السمول باولز، معناته انا في عندي سمول باول اوبستراكشن. نفس الاشي هون نطلع على الاكس راي، هاي الاي اير اندر ديفرام هو مش مبين بشكل منيح بصراحه يعني، بس غالبا انه ما في. باجي بتطلع على البي اللي هي الباولز، طلعوا لي شكل الباولز كيف، في عندي زي كانه هسترا، هاي هي الهسترا. كمان اشي الدايميتر تبعها كبير وهي بريفيرال ان لوكيشن.
كونها بريف اللي لوكيتد والدايمتر تبعها كبير وفي عندي هيسترا معناته هاي عبارة عن large bowel obstruction. كمان هون في عندي أنا abdominal x-ray باجي بتطلع على A under diaphragm ما في البول الطبيعية ما فياتها air fluid level. باجي بتطلع C على الكالسيفيكيشن ما في عندي كالسيفيكيشن واضحة. بس إذا أنا باجي بتطلع هون أحسن وبكبر هون المفروض يكون في عندي الليفر تمام وراه بالضبط الجول بلادر. هاي هي منطقة الجول بلادر. طبعا إحنا لما نتطلع على الإكس راي بتكون الأمور معكوسة يعني مثلا هون الرايت على إيدنا اليسار وهون اللفت على إيدنا اليمين. فهون الرايت معناته هون أنا بفترض على اللفت يكون في عندي الاستومك وهون على الرايت عندي الليفر عندي الجول بلادر. طلعوا شو هاي الدوابير الصغيرة الموجودة في الجول بلادر كالسيفيكيشن. هاي عبارة عن ستونز هاي رح تعمل لي كوليسيستايتس التهاب في المرارة وعادة العلاج انه رح نعمل له كوليسيستيكتومي. برضو هون في عندي ابدومينال اكس راي برضو باجي بتفرج من الاول الـ A and A under diaphragm ما في الـ B الباول كله طبيعي C calcification. خلينا نتفرج هون كتير منيح زي ما احنا عارفين انه انا هون عندي الليفت وهون عندي الرايت سايد لأي شيء بالجسم تمام. هون أنا في عندي الدوائر هاي هي عبارة عن كالسيفيكيشن لأنها راديو أوبيك يعني صرت أنا بقدر أشوفها زي البون. طبعا هاي الستونز وين موجودة في الليفت كدني. فأنا هون في عندي ستونز في الكدني ممكن أنها تعمل لي بايلونافرايتس يعني التهاب في الكدني. هلا هاي هي البيريوم سوالو اللي حكينا عنها. انا اذا رحت صورت الاسيفيجس والاستومك والانتستان وهي طبيعيه ما رح اقدر اشوف منيح اذا ما صارت في حاله بروجريسيف وطلعت عندي الساينز. معناته الحل انه انا اعطيه ماده راديو اوبيك على الاكس راي اسمها البيريوم. طبعا باجي بشربه اياها بكميه محدده وبصور اكس راي قبل واكس راي بعد. طبعا زي ما احنا شايفين هون هذا هو الاسيفيجس هاي هي الاستومك هون وهاي هي اللور غاسترو اسفجيال جنكشن. شو منلاحظ هون انه انا في عندي دايلاتيشن في اللور بارت من الاسفيجس وهون شو في عندي في عندي اوبستراكشن بهاي الجهه او ناروينج. هذا الناروينج فانكشنال لانه صاير بالسفنكتر يعني انا في عندي التون تبع السفنكتر صار عالي فبطل يفتح بالمره حتى انه ينزل الكونتنت من الاسفيجس ل الاستومك. فشو صار عندي هذا البيشن ضل عم ياكل صارت الكونتنت تتجمع هون الاكل. فشو صار في عندي في هذا الجزء اللي هو البروكسيمال بارت للاوبستراكشن طبعا هون انا عندي فانكشنال اوبستراكشن اللي هي اكاليزيا صار في عندي دايلاتيشن. طبعا هاي الصوره اللي زي هيك بسموها بيرد بيك يعني مش عارفه اذا هذا عصفور انه هو زي كانه زي منقار العصفور تمام. فبسموها بيرد بيك ساين كتير مهمة للإكليزيا والإكليزيا زي ما حكينا هو عبارة عن functional obstruction نتيجة neuronal abnormality في اللور gastroesophageal sphincter. شو السيمتمز اللي بيجي فيها المريض بيحكي لك أنا عندي dysphagia مش عارف أبلع لا مي لا أكل ولا إشي ممكن أنه يستفرغ طبعا يسيبه aspiration. هلا هاي رح أجي أطلع أنا هون أول إشي air under diaphragm تقريبا في هياته هون. بعدين باجي بطلع على الباولز مش مبينه فهاي هي chest x-ray اكتر ما هي abdominal زي ما احنا هون شايفين عندنا lungs شايفين الهارت. هلا هذا الجزء اللي هو عامل protrusion هون هو عباره عن جزء من الاستومك طالع لفوق احنا هون هياتنا على left side فبالتالي انا في عندي هيئه الهرنيا. الهيئه الهرنيا يعني طبعا في لها تايبس في لها ديجري مش مطلوبه من ناحيه كلينيكال سكيلز. هلا هاي الحالة رح ناخد عنها بآخر المحاضرة لأنها بتشمل جزء رح أشرحه بالفيديو الجاي وهي بتشمل تقريبا كل المحاضرة يعني بتفيدنا كتير. هلا هون رجع عدلنا السلايدات عن الأبدومينال إكس راي زي ما حكينا الـ A air under diaphragm الـ B البول والـ C الكالسيفيكيشن الـ D dense object زي ما حكينا ممكن foreign body والـ E everything else ممكن يكون feces مثلا في كلماس أمراض من كثر الكونستيبيشن أو إذا كان في عندي obstruction بتراكم عندي الفيسز وبرضو بروح بيعمل further obstruction ممكن يعمل جنجرين ممكن أشوف الاستيتس ممكن أشوف البرفوريشن. البرفوريشن للانتستينال تيوب برضو بيطلع على شكل air under diaphragm. نفس الكلام upright x-ray
الفلويد ليفل زي ما حكينا اذا كانوا اكثر من 3 بالعدد واكثر من 2 سنتي ونص. السمول باول زي ما حكينا سنترلي لوكيتد، دايمتر تبعها اصغر، بتحتوي على الفالفولا على الفالفولا وول تو وول زي ما حكينا اسمها الثاني اللي هي البلايكا سيركولاريس. وفي عنا كمان اللارج باول اللي هي في عنا سبيشال اناتوميكال فيتشرز تبعتها اللي هي الهيسترا، وكمان بتكون بريفيرلي لوكيتد. طبعا هلا احنا لازم نتفرج على النورمال اكس راي، نرجع منعيد حتى نفهم الابنورمال. هاي عباره عن اكس راي بنقدر نعتبرها كيو بي، بنقدر لانه انا بقدر اشوف الكدني، بقدر اشوف اليوريتر، وبقدر اشوف البلادر، فهاي عباره عن كيو بي اكس راي. باجي بطلع اير اندر ديفرام، ما في، هاي الاستومك، هاي اللي هون هي الاستومك، ما في عندي اير اندر ديفرام. بي الباولز، الباولز طبيعيه، في عندي وحده غاز فيها، هذا الاشي طبيعي، ما في عندي اير فلويد ليفل، ما في عندي فيلفولا مبينه، ما في عندي هيسترا مبينه. بالنسبه هيك بالنسبه للباول. سي كالسيفيكيشن، ما في عندي ولا كالسيفيكيشن لا بالكيدنيز ولا باليوريتر ولا بالبلادر. غير الكالسيفيكيشن بدي اتفرج على anything else، في عندي اي اشي تاني abnormal مبين معي؟ لا. فمعناته الديفرام طبيعي، ما في عندي هي تسانية، ما في عندي اشي، معناته هاي الصورة normal. نفس الاشي هاي الصورة gases طبيعية، ما في air fluid level، ما في عندي air under diaphragm، ما في عندي calcification، برضو هاي الصورة طبيعية، عادي intestine فياتها gases، ما في عندي air under diaphragm، ما في عندي calcification، كله طبيعي. برضو هاي الصورة طبيعية، ما في عندي فيها اي اشي recognized انه غلط او اي اشي من الساينس اللي حكيناهم. هاي عبارة عن اندوسكوبي، هاي الاندوسكوبي طبيعية. هاي اللور جاستو اسفجيال جنكشن، نطلع على البوردرز كيف مرتبة، ما فياتها جروف، ما فياتها سكراتشز، وبرضو الستيفايت كوميس ابثيليوم موجود. وبرضو هون صار في عندي التشينج من اللايننج تبعت الاسفيجس لللايننج تبعت الاستومك بشكل كتير طبيعي ومرتب. برضو هون في عنا الاسفيجس حكينا عنها، هي الصورة فوق طبيعية، ما في عندي دايليتد فيسلز ولا اشي. نفس الاشي هون الجاسترو اسفيجيال جنكشن طبيعية، والجاسترو اسفيجيال جنكشن هون طبيعية، وهاي الفلويدز برضو طبيعية. ممكن كمان الدكتور هو بيكون فايت في الاندوسكوب بيكون بيعمل سكشن، بغسل عشان يشوف احسن، لان امرات البيشنت ما بيكون صايم منيح. هاي بيريوم سوالو برضو طبيعية، هي تنازلة من الاسفيجس، ما في عندي كونستركشن، ما في عندي دايلاتيشن، هذا هو الباثوي تبع الاسفيجس الطبيعي. نفس الاشي هون عندي بيريوم سوالو طبيعي، الاسفيجس نازل فايت على الاستومك. هلا هاي اول كيس، هاي عبارة عن كي يو بي اكس راي، انا شايف الكدني، شايف اليوريتر، شايف البلدر. اير اندر ديفرام ما في، البالز ما فياتها لا اير فلويد ليفل ولا انها مبينه بشكل مش طبيعي، لا متكومه بالنص ولا على الاطراف. بعدين سي كالسيفيكيشن، شايفين كالسيفيكيشن؟ اه شايفين. وين؟ على الرايت سايد. دائما نتذكر الاكس راي عكس ايدنا، يعني مثلا هاي الصوره هون بتكون على ايدي اليسار وانا بتفرج عليها، بس هي الرايت، فهاي هون عندي الرايت كدني، تمام؟ هون الرايت كدني، لو كانت هون هيك ممكن افكر في الجول بلادر، بس هي هون جاي بريفيرال، وفي عنا كمان الفات تبعت الكدني كابسول مبينه، فهون انا في عندي كدني ستونز ممكن تعمل لي بايلون فرايتس. نطلع على هاي الكيس كمان، ما في عندي اير اندريفرا، ما في عندي اير فلويد ليفل، ما في عندي فولدد باولز، بس لما اجي اطلع على الكالسيفيكيشن في عندي هون في البلادر، شايفين قديش في عندي ستونز معبى، فهاي عباره عن بلادر ستونز. طبعا تكون عامل للبيشنت ساين زي هيماتيوريا، ديسيوريا، انكونتيننس، بتعمل له ساينز. هاي الحالة الثالثة برضو عبارة عن اكس راي كي يو بي، زي ما احنا شايفين هذا الليفت سايد، ما في عندي اير اندر ديافرام، ما في عندي اي ابنورماليتي بالباولز، ما في عندي انيثينج ايلس او ديافرام، ديافراماتيك هيتس هيرنيا ولا اشي. بس لما اجي اتفرج على الكالسيفيكيشن عندي الليفت كدني صاير فياتها كالسيفيكيشن، فانا في عندي ليفت كدني ستونز. برضو هون باجي بطلع على هاي الصورة، مش واضحة كتير بصراحة، يعني مش الكواليتي تبعتها مش كتير منيحة، بس انا برضو عندي هون على الليفت كدني في عندي كالسيفيكيشن، هون معناته في عندي ليفت كدني ستونز، كمان في عندي بلادر ستونز. وهاي هي الكيس الخامسة، برضو هاي عبارة عن كي يو بي اكس راي،
ما في عندي الاندر ديفرام، البولس طبيعية ما في اير فلويد ليفلز، ما في عندي فيكال ماسز، ما في عندي البولز متكومة بأي محل. بس أنا لما أجي على جزئية الكالسيفيكيشن رح ألاقي إنه أنا في عندي هون على الليفت كدني ستونز. هل هون في عندنا كمان باريوم سوالو؟ زي ما احنا شايفين اعطينا البيشنت باريوم بلعه، صورناه اكس راي، طلع عندنا هون انه ما بين الجاستو اسفجيال جنكشن صاير في عندي كونستراكشن، وفوق هذا الكونستراكشن دايليتيشن. فهي الحاله اسمها ايكاليزيا، بزيد التون تبع الجاستو اسفجيال سفنكتر او المسمي الكارديك سفنكتر، ببطل يفتح، فبالتالي بتصير الاكل تتجمع فوق وتعمل دايليتيشن، وسميناها البيردز بيك ساين. هون الكيس عندنا برضو KUB X-ray، ما في عندنا air under diaphragm، ما في الباولز طبيعية مش متكومة، ما في air fluid levels، ما في عندنا أي شيء تاني، بس أنا في عندي calcification. طلعي وين صايرة؟ بالبوث كيدنيز، الرايت والليفت كيدني صاير في عندي calcification. هاي الحالة الثامنة برضو أنا في عندي X-ray للأبدومن، ما في عندي air under diaphragm، بس أنا اللي شايفته هون بالباولز إنه أنا في عندي folded bowels centrally located، في عندي الفيلفولا زي ما إحنا شايفين أو البلاكا سيركولاريس مبينة واضحة، معناته هذا small intestinal obstruction. فلما يجي يسألني إيش الدياجنوستيك رح أحكي له small intestinal obstruction. كيف عرفنا؟ رح نحكي له إنه هي لأنها centrally located وشفت الفيلفولا. شو السيمتومز اللي ممكن يجي فيها الاشخاص اللي عندهم انتستينال اوبستراكشن؟ كونستيبيشن، ما راح يقدر يروح على الحمام، في عندهم اوبستراكشن في نقطه معينه من الانتستين. ممكن امراض لانه صار في عندهم اوبستراكشن في بدايه هذا الاوبستراكشن، لانه الانتستين عم بتحاول انها ريليف الاوبستراكشن، تعمل سيفير بريستالسيز، فيصير في عنده كوليك ينمغص. بعد بفتره معينه بتكسل الامعاء، بتكون تعبت، ما عم بيروح الاوبستراكشن. ممكن يصير في عندي فوميتنج نتيجه هذا سيفير بريستالسيز وابدومينال بين. هلا شو هم الريسك فاكتور لهاي الموضوع؟ هلا الموست كومن كوز للانتستينال اوبستراكشن خصوصي السمول انتستين لازم نعرفها هي الادهيجنز. شو هي الادهيجنز؟ الادهيجنز عباره عن التصاقات بتصير بالامعاء لاشخاص عملوا سيرجري. اكثر إشي بتصير عند الامهات لما يعملوا سيزيريان سكشن، عمليه قيصريه، فبصير في عندهم التصاقات نتيجه الجرح والتسكير والخياطه. طبعا كيف منعالجها؟ كونزرفاتيف، يعني ما بنعمل إشي، نستناها تروح لحالها، لانه اذا رحنا عملنا عمليه مره تانية وشلناها، عملنا ادهيجن لايتز، بترجع هاي الالتصاقات أسوأ وأسوأ، لانه اصلا سببها الاوبريشنز. في عندنا اسباب تانية، طبعا في عندنا اسباب تانية، الهيرنيا، ممكن في كلماس، يعني اي سبب فورين بودي. هلا الابدومينال اكساي نفس الكلام اللي حكيناه عم ينعاد هون. هاي الكيس برضو بتمثل لي intestinal obstruction، زي ما احنا شايفين في عنا folds، هاي الفولد centrally located، في عنا الفيلفولا مبينة. هاي الكيس باجي بطلع ما في air under diaphragm. بالنسبة للباولز شو شايفين؟ عنا folds of bowels تقريبا لفين على بعض هون زي ما احنا شايفين، وهي peripherally located والديميتر تبعها كتير كبير، والهسترة مبينة، هياتهم هدولهم الهسترة عاملة circulations فيها. تمام، هلأ حكينا الدياجنوسيس انه برضو intestinal obstruction. كيف عرفنا؟ حكينا انه هي large intestine لانه ديميتر تبعها كبير، peripheral location، وفي عندها الهسترة. شو هم السيمتومز؟ نفس الاشي constipation، في حالة اسمها obstipation يعني حتى ما بيطلع gases، رح يصير في عنده اولها colic، ممكن يصير في عنده نفس الاشي vomiting اذا كان severe obstruction sudden. بحكي لك what are the risk factor for these problems، نفس الاشي العملية، الهيرنيا، fecal mass اللي هي constipation، diverticulosis، inflammatory bowel disease، برضو risk لكل انواع intestinal obstruction. هلأ هاي الكيس نفس ما احنا شايفين، برضو في عنا x-ray، ما في الديفرام مش مبين عشان احكي انه اير اندر ديفرام، بس انا شايف الباولز انها سنترال لوكيتد والديميتر تبعها مش كبير زي لارج انتستين، وكمان في عندنا اليوفيلا مبينه او الفيلفولاي مش اليوفيلا. تمام، عندنا كمان هاي الكيس هي عباره عن ابدومينال اكس راي،
زي ما شايفين احنا الانتستاينال هي بريفرال ان لوكيشن، دايمتر تبعها كبير، في عنا الهيستروم بينه. فهاي هون طلعوا هون شايفين هذا الاشي، هذا الاشي عبارة عن فيكال ماس، يعني هون سبب الابستركشن انه تجمع عندي، ممكن كان في عنده كرونيك كونستيبيشن ما بروح الحمام بالمرة، صارت الفيكال ماس كتير كبيرة وعملت ابستركشن. نفس الاشي السيمتومز انه في عنده كونستيبيشن، ممكن يكون في عنده ابستيبيشن، كوليك، فوميتينج، ابدومينال بين. هلا هاي الحالة برضو في عنا اكس راي، هون في عنا الاير فلويد ليفل، هي من الايرلي ساينز تبعت الابستركشن زي ما احنا شايفين لما نعدهم 1 2 3 4، فياتهم الاير فلويد ليفل اكثر من 2.5 سنتيمتر، فمعناته انا في عندي انتستاينال ابستركشن. نفس السيمتومز اللي حكيناها ونفس الريسك فاكتورز اذا كان عامل بريفيس اوبريشنز او اذا كان في عنده انفلاماتوري باول ديزيز، يعني نون كيس نفس الكلام عدولنا اياه. في عنا هاي الكيس نفس ما احنا شايفين، في عنا الفيلفولم بينه كمان سنترالي لوكيتد، فانا هون في عندي سمول انتستاينال ابستركشن نفس السيمتومز ونفس الريسك فاكتورز. هون في عندي الاير فلويد ليفل اذا بنعدهم كتار، اذا بنطلع لهون في عندي برضو اير فلويد ليفل وبرضو اكتر من 2.5 سنتي، معناته هو عبارة عن انتستاينال اوبستركشن. هاي عبارة عن اندوسكوبي للأبر جي اي، انا هون في اللور جاسترو اسفجيال جنكشن، برضو انا هون صاير في عندي المالوري وبستير. عادة هذا البيشنت بيكون الكحوليك وبضله يشرب، نتيجة سيفير الكحول انتيك صار في عنده سكسيسيف فورسفول فوميتينج، عمل له تيرينج في الميوكوزا نتيجة الانكريز انتر ابدومينال بريشر والتير اللي صار على المسل والتنشن، وكمان الاسيديتي تبعت الجاستريك كونتنت. هون في عندي باريت اسفيجس، كيف عرفت؟ لانه عند الجاسترو اسفيجيال جنكشن صار الترانسميشن في اللايننج ابيثيليوم مش مرتب، مش اورجنايزد، عامل جروفينج زي هيك، تمام؟ معناته هذا الاشي اسمه باريت اسفيجس. انا هون في عندي كولومينار سيل ميتابليزيا، شو الريسك او الكومبليكيشن؟ ادينو كارسينوما او كانسر بشكل عام، وحكينا انه الريسك فاكتور يكون في عنده ريجيرج ويكون طبعا كرونيك هذا الريجيرج. ليش ممكن يكون في عندهم جيرد؟ اي اشي بزيد الانترا ابدومينال بريشر، ممكن الحمل، ممكن الاوبيسيتي. هاي الكيس عبارة عن اندوسكوبي للاسفيجس، صاير في عندي فيها دايليتد فينز، هاي دايليتد فينز بالسب ميكوزا طلعت على اليومن. احنا عرفنا كيف لانه حكينا دايليتد فين مبينه. وات ار ذا لايكلي سيمتومز؟ انه هو عاده بتكون اي سيمتوماتيك، مشان هيك هي خطيره لانها بتكون سايلنت، اي سيمتوماتيك لحد ما انها تنفجر. طبعا لما تنفجر ويصير فيها ترابتشر بصير في عندي ماسيف اوبر جي اي بليدنج، ممكن تكون ايمرجنسي، يعني نسبه انه يعيش كتير قليله، وحتى لو نجا ممكن تصير في عنده ريكرنت منها. شو الريسك فاكتور؟ انه هو يكون طبعا عنده الكحوليك، يكون في عنده ليفر ديزيز، وفي عندنا شو الكومبليكيشن اللي ممكن انها تصير زي ما حكينا ماسيف اوبر جي اي بليدنج وديث. هون شو دايجنوسيس؟ برضو بارت اسفيجس، حكينا في عنا irregular transition من الاسفيجيال لايننج للجاستيك لايننج، وحكينا risk factor هو الجيرد. شو الكمبليكيشن؟ الادينو كارسينوما. نفس الاشي هون عندي بارت اسفيجس، هون في عندي عندي المالوري وستير، وفي عندي هون كمان باريوم سوالو، هذا هو الاسفيجس، تمام؟ وهون عندي الجاسترو اسفيجيال جنكشن او هو الكاردياك سفينكتر، صاير فياته زي ما حكينا constriction، وهون صار في عندي proximal constriction أو obstruction، دائما بيكون عندي dilatation، دائما dilatation سواء بالانتستين أو بالإسفيجس بيكون proximal فوق منطقة obstruction، لأنه الأشياء تجمعت هناك وعملت dilatation هناك. حكينا اسم Steinberg Peak sign، والdiagnosis هو عبارة عن ecclesia وهي عبارة عن functional constriction للسفنكتر. هون برضو هذا عبارة عن upper GI endoscopy، مبين عندي esophageal varices، عامل protrusion على اليومن. symptoms حكينا بتكون asymptomatic until it rupture، ممكن تطلع عندي symptoms تبعت associated liver disease بس مش أكتر. وشو risk factor؟ انه هو يكون في عنده liver disease، portal hypertension، الكحوليك.
ويعطيكم العافية. هيك بيكون خلص أول جزء من المحاضرة اللي هو عبارة عن الإكس راي والإندوسكوبي تبع الجي آي، وأخذنا أمثلة على صور طبيعية وصور مش طبيعية، وعرفنا أنه أهم إشي أكون سيستيماتيك وأبلش A B C D حتى ما أضيع إشي مني، وأميز هاي الصور لأنه غالباً ما بيطلعوا عنها بالامتحان. ويعطيكم العافية.